أنتم على قناة SBS تقنية الأندرويد تكنولوجيا. فكونوا معنا. هذه القناة منكم وإليكم، والشكر موصول لمتتبع هذه القناة. فلا تنسوا الولوج إليها لمزيد من المعرفة، ودمتم بالخير والمودة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني أخواتي متتبعي قناة SDS تقنية الأندرويد، سعيد حي الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الشرح إن شاء الله غادي نشرح واحد المسألة بالنسبة لناطق الشاشة جيشيو، طبعا جيشيو انترناسيونال، الجيشيو الدولي. إذا أردنا أن نحذف أي شيء يوجد في الجيشيو كالمفضلة وكتطبيق فيس بابي إلى غير ذلك، ما علينا إلا الذهاب إلى الجيشيو. جيشيو جيشيو، ثم نسحب حتى نجد اوتي بلوجا بارامتر زافونسي. بارامتر زافونسي، نحاول ان نترجمها. الاعدادات المتقدمة، الاعدادات المتقدمة، نضغط عليها. Paramètres avancés. ثم نسحب حتى naviguer vers le haut bouton. Paramètres avancés. Assistant vocal et traducteur. Paramètres OCR. Minuteur et horloge parlante. Exécution automatique des plus planificateurs des tâches. Gestion des ressources. Gestion des ressources. Nous حاول أن نترجمها. إدارة الموارد. إدارة الموارد. طبعا نضغط عليها. gestion des ressources. ثم نبدأ نتصفح في أي مكان أردنا أن نحذف فيه أي شيء أضفناه إليه. rechercher toutes les gérer les gestes gérer les plus jeunes gérer les outils gérer les thèmes sonores gérer les étiquettes personnalisées gérer le presse papier gérer les favoris gérer le menu d'exposant deux yeux. إذن هنا جميع الأشياء الموجودة في تطبيق ناطق الشاشة الجيشيو توجد هنا. على سبيل المثال نذهب إلى gérer les favoris gérer le presse papier. نذهب إلى هذا المكان المخصص للبريس بابي، نحاول أن نترجمها. إدارة وزن الورق. كما سمعتم هذه الترجمة إدارة وزن الورق، يعني كما نقول الشيء المكان الذي ننسخ فيه أي شيء في شاشة الهاتف. نضغط عليها للدخول. جيري دو بريس بابي جيري دو بريس. إدارة وزن الورق إدارة الموارد نون كاشي. هذه أشياء توجد فيه. الإعدادات حفظ الموقف يبدو وكأنه عن قرب ميلة تشسكور ولادة ديرش الشوكولاته الفول كتم الصوت أثناء التعرض نون كاشي. إذن كتم الصوت أثناء الإعلان أكتي فيه اتجاه نشاط قد يؤدي التأخير البسيط التعرض إعدادات منبثقة نون كاشي. إدارة وزن الورق نون كاشي. إذن هنا مجموعة من الأشياء نحاول أن نفعلها. كاشي. ثم نذهب إلى نون قام يجب أن sauvegarder بوتون select بوتون effacer بوتون. كما سمعتم قام يجب أن تكون في كل بيت select effacer بوتون select بوتون. هنا إذا أردنا أن نحذف جميع الأشياء effacer بوتون، وهنا يعطينا المسح
إفاصي يعني المسح نضغط عليها واحد إليمون سوبريمي يقول لنا شيء الذي تم تفعيله إذن gérer les sauvegardes gérer les sauvegardes gérer les gérer le menu d'exp gérer les favoris gérer le presse papier gérer les étiquettes pers gérer les gestes rechercher toutes les ressources rechercher toutes les ressources rechercher toutes les ressources sur gérer les gestes gérer les pluches gérer les outils gérer les thèmes sonores gérer les étiquettes personnalisées عندما نقوم بحذف شيء يقوم بمغادرة المكان الذي كنا بداخله. gérer le presse-papier. إذن نكرر الدخول إليها لنتأكد من أن الفقرة التي قمنا بمسحها قد تم مسحها. gérer le presse-papier. gérer le presse. إدارة الموارد. non coché. إذن كما لاحظنا. الكلمة التي قمنا بتفعيلها قد تم مسحها. rechercher toutes les ressources gérer les gestes gérer les pluches gérer les gestes rechercher toutes les ressources gérer les outils gérer les thèmes sonores gérer les étiquettes personnelles gérer le presse-papier gérer les favoris ندخل إلى المفضلة gérer les favoris effacer bouton select بوتون sauvegarder بوتون على قناة SDS تقنية الأندرويد تكنو أندرو نون كوشي إذن نقوم بالضغط عليها كذلك كوشي sauvegarder بوتون select بوتون effacer بوتون نقوم بالضغط على إفاسي يعني المسح واحد إليمون سوبريمي كما قال لنا شيء واحد الذي تم مسحه rechercher toutes les ressources sur l'appareil bout gérer les raccourcis clavier gérer le menu d'exposant deux yeux gérer les favoris إذن كما لاحظتم عندما نقوم بمسح الشيء يقوم بمغادرة المكان نكرر الدخول إلى المفضلة لنتأكد أن الشيء الذي قمنا بمسحه كما سمعتم عنوان لقناة SDS gérer les favoris effacer bouton select bouton sauvegarder bouton saladine zaidé at sauvegarder bouton لم يقرا لنا اسم القناه كما لاحظتم اخواني اخواتي هذا الشرح يتضمن اذا اردنا ان نقوم بمسح الاشياء التي قمنا بتنزيلها على قارئ الشاشة الجيشيو إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.